بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله رح نستكمل باقي محاضرات أساسيات استرجاع المعلومات. اليوم رح نتكلم عن الخطوات اللي يجب أني أتبعها عشان أبني استراتيجية بحثية جيدة. أنا عشان أصل لنتائج ترضيني في البحث لازم يعني حيكون عندي خطوات لازم أني أتبعها عشان أقدر أصل للنتيجة اللي ترضيني في بحثي. رح نتعرف عليها اليوم مع بعض. أول حاجة لازم أحدد المفاهيم المهمة في موضوع البحث. إيش يعني؟ يعني أنا طلب مني بحث عن المملكة العربية السعودية. طيب لو جيت أنا كتبت المملكة العربية السعودية في أي أداة من أدوات استرجاع البيانات رح تظهر لي عدة نتائج، بعضها حيكون له صلة بالموضوع اللي أنا أحتاجه وبعضها ما رح يكون له صلة بالموضوع اللي أنا أحتاجه أو بالنتائج اللي أنا أحتاجها. ليش؟ عشان أنا أساساً ما بنيت استراتيجية بحثية جيدة. ليش ما بنيت استراتيجية بحثية جيدة؟ لأني أنا ما حددت المفاهيم اللي أنا أبغاها في موضوع البحث. فأول حاجة لازم أعرفها إنه أنا أجيب ورقة وقلم كده على جنب وأبدأ أكتب أنا إيش أحتاج. أنا أبحث عن المملكة العربية السعودية. طب أنا عن إيش أبحث؟ أنا أبحث مثلاً عن أسماء الملوك، أبدأ أبحث عن توحيد المملكة، عدد سكانها، طبيعة البلد أو مناخ البلد، وهكذا. يعني أحدد إيش الأشياء اللي أنا أحتاجها. بكده أنا إيش حددت عندي المفاهيم اللي أنا أحتاجها. بعد كده أجي أختار الكلمات المناسبة التي تعبر عن هذه المفاهيم. مثلا أبدأ أكتب إيش عدد سكان المملكة في عام 2014. كده أنا إيش اخترت كلمات مناسبة عبرت عن هذه المفاهيم. تاريخ تولي الملك عبد العزيز للمملكة، أنا كده إيش اخترت كلمة عبرت لي عن هذه المفاهيم. أبدأ إيش اختار الكلمات. ممكن أقول تراث المملكة العربية السعودية، حتبدأ إيش تطلع لي النتائج اللي أنا أحتاجها. عندي الخطوة اللي بعد كده اللي هي إيش تحديد الكلمات المرادفة للكلمات المختارة. دحين أنا حددت مفاهيم، اخترت كلمات، بعد كده إيش أسوي؟ أشوف الكلمات المرادفة. زي إيش مثلا؟ زي أنا مثلا ببحث عن تراث المملكة. طيب أنا لما أجي ببحث عن تراث المملكة كتبت في الأول تراث المملكة العربية السعودية، ظهرت لي نتائج. لكن لو جينا اخترنا ايش مترادفات للكلمة، مثلا كتبت التراث الشعبي للمملكة حتطلع لي نتائج اخرى وكمان حتخص نفس الموضوع اللي انا ابغاه. لو كتبت فلكلور المملكة ايضا حتطلع لي ايش حتطلع لي نتائج اخرى. يعني انا هنا ايش سويت؟ غيرت في الكلمات اللي انا ابغاها تظهر لي عشان يطلع لي نتيجة بحث اكبر او مواضيع اكتر اقدر انا ايش استفيد منها. يعني أنا هنا حددت الكلمات المرادفة للكلمات المختارة أو مثلا كلمات بديلة عنها. بعد كده نحدد الإمكانات البحثية التي يمكن استخدامها. إيش يعني الإمكانات البحثية؟ حنتكلم طبعا عنها بشكل أوسع، لكن إحنا دحين إيش حناخد أمثلة. أنا لما أجي أبحث في عندنا طرق أنا ممكن أبحث فيها. مثلا أستخدم البحث بالعبارة أو أستخدم مثلا المنطقة البوليني أو أي استراتيجية من استراتيجية اللي راح أتعرف طبعا عليها في المحاضرات القادمة بإذن الله، عشان نعرف كيف نبحث يعني نحدد إمكاناتنا عشان بعد كده إيش نبحث داخل أدوات استرجاع المعلومات. بعد كده أنا أختار أداة البحث المناسبة. إيش يعني أدوات البحث؟ أدوات البحث عندي الوسيلة أو الوسيط اللي أنا راح أبحث فيه، اللي راح أخذ منه المعلومات اللي أنا أحتاجها أو بحث اللي أنا أبغاه. طبعاً حتتنوع عندي أدوات البحث، عندنا مثلاً فهرس المكتبة، عندنا قواعد البيانات، وطبعاً إن شاء الله كلها إيش راح نتعرف عليها في المحاضرات القادمة وبشكل أوسع. هذه بالنسبة لإيش للاستراتيجيات اللي أنا إيش راح أتبعها. في أيضاً خطوات أخرى. طيب أنا دحين اخترت أداة البحث زي ما قلت لكم، مثلا فهرس المكتبة أو قاعدة البيانات. بعد كده أنا لازم أعرف أنا كيف أبحث أو كيفية عمل أداة البحث المختارة. ممكن أنا أكون أول مرة أدخل على ذا الموقع أو أول مرة أدخل على ذي قاعدة البيانات. طبعا يعني غالبا ما رح يكون في اختلاف مرة كبير في عمل نفس الأداة يعني عن الأدوات الأخرى، ولكن إذا أنا كنت أول مرة أستخدم فلازم أن أعرف كيف
ابحث فيها. طبعا حيكون اكيد في كل موقع ناجح لازم يكون حاطين كيفية البحث داخل الموقع، ممكن يكون حاطين صفحة هيلب للمساعدة، حيكون فيها كل شيء، يعني احنا كيف نعرف عنه. فانا اول ما ادخل الموقع لازم اعرف انه كيف هذه الأداة راح تبحث، لازم ابحث في داخل الموقع عن كيفية عمل يعني كيفية البحث داخل الموقع، كيفية عمل هذه الأداة. بعد كده خلاص انا اخترت، يعني اخترت الأداة، اتعرفت على كيفية عمل هذه الأداة، أبدأ ايش اصيغ موضوع البحث اللي انا ابغاه، مستخدم صيغة تتناسب مع أداة البحث. عندنا في يعني زي قواعد البيانات، ممكن يعني الأجنبية مثلا تاخذ الحروف الكبيرة او الحروف الصغيرة، فايش انا لازم يعني اصيغ موضوع بحثي يعني بصيغة حتتناسب مع أداة البحث. يعني إذا كانت أداة البحث ما تستخدم الحروف الكبيرة أو الكابيتال، رح نستخدم إيش الحروف الصغيرة وهكذا. بعد كده أنا أبدأ أقيم النتائج اللي طلعت لي، هذه النتائج فادتني أو ما فادتني. إن كان فادتني خلاص الحمد لله، ويكون أنا خلاص هنا أنهيت يعني بحثي وطلعت لي النتائج والحمد لله كنت راضي عنها. في حال انه النتائج ما عجبتني او ما كانت مرضية بالنسبة لي، انا راح احتاج اني ايش اعدل صياغة موضوع البحث، اشوف فين كان الخلل وابدأ ايش ابدأ اعيد ابحث من جديد والى ما القى نتائج ترضيني وابحث فيها.